كل التحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجنا هنا مسبيرو الخميس 20 أكتوبر 2022. الجزء الأول أسعد بصحبة حضراتكم وجولة إخبارية وتوقف بالحقيقة الاتصالات الهاتفية والبحث حول مجموعة من أهم وأحدث الأخبار. أما الجزء الثاني فهو إخباري أو حواري بامتياز زميلي العزيز خالد سعد في ضيافته الدكتور أشرف عبد العزيز أستاذ التغذية، وحديث عن التغذية الصحية. الحقيقة عايز أتوقف وما زلنا أمام إرهاصات افتتاح مشروع قومي كبير يضيف قيمة مضافة ضخمة للاقتصاد المصري بالأمس، إذ شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في مدينة البرلوس بمحافظة كفر الشيخ افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء. هذا المشروع بيعد حلم الحقيقة بتسعى مصر من خلاله إلى توطين صناعات بتحتاج إلى مخرجات هذه الرمال وتوفير مواد كنا بنستوردها قبل كده، بالإضافة إلى تهيئ مناخ وبيئة جاذبة للاستثمار في مجالات مختلفة بتعتمد بشكل كبير على هذه الرجال، على هذه الرمال ومنتجاتها. طيب، عملية استخلاص مشروع في غاية الأهمية، لأنه احنا بنتكلم على كنز، الرمال السوداء كنز على مدى عقود سنوات طويلة، كان في مطالب العلماء والخبراء في الاستثمارات في هذا الأمر، انه كانت الرمال السوداء اما تلقى في الارض او في البحر او يتم تهريبها او شرائها بملاليم واستغلالها من دول بره كانت بتاخذ هذه الرمال وتحولها الى ثروات هائله. فالحقيقه انه على مدى عقود يمكن 50 60 سنه كان الحديث عن ده، ويمكن احنا في اليوم السابق كنا عملنا تحقيقات عن هذا الانفن معادن اقتصاديه وفقا لدراسات الجدوى. الدوله انفقت كثير جدا على دراسات الجدوى، لكن الحقيقه والمصنع اتعمل في نفس المكان اللي موجود فيه الخامات. صحيح، خطوه هائله جدا. تعالى نتكلم في عوائد مضمونه وتكنولوجيا حديثه ودول كثيره جدا اولا تنتظر ده، بالاضافه الى اي انشطه صناعيه حديثه في الذكاء الاصطناعي، في الالكترونيات، في التكنولوجيا المتقدمه بتحتاج هذه المواد النادره. هي دي مواد نادره. مصر لديها ثروه حقيقة من هذه الرمال، يعني تكفي لسنوات 200 سنة قدام يعني أو عالميا. ودعا القطاع الخاص أنه يدخل، ودي مش أول مرة الحقيقة الرئيس يدعو القطاع الخاص للدخول في هذه الأنشطة المضمونة في العائد، خاصة وأن الدولة أنفقت المبالغ الرئيسية في دراسات جدوى حقيقية علماء وشركات عملوها. والحقيقة أنه يعني قطعت الشوط الرئيسي للدولة، وممكن طبعا دولة تستمر وانها تتوسع او يدخل شراكات مختلفة، لكن الرئيس قال انه القطاع الخاص ممكن يدخل لوحده او نساعده او يدخل في شراكة، ودي فرصة يقدمها الرئيس للقطاع الخاص الحقيقة، لانه دي انشطة مضمونة في العوائد تخلق فرص عمل. فاحنا بنتكلم على مشروع ضخم ومشروع حديث جدا في غاية الاهمية، منتجاته مطلوبة. الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة على مدى عقود قلنا كان في مطالب الرئيس السنه ده، فبيقدم فرص مهمه للمجتمع، فرص فيها فرص عمل، فيها عوائد مضمونه، فيها قيمه مضافه، فيها كمان ان احنا هذه الكنوز ده الرمله دي كنز، احنا كنا بنبيعه بملاليم او بيتهرم، بيتحول الى مليارات وعشرات المليارات لسنوات طويله. واظن انه واحد من اهم، احنا عندنا مشروعات ضخمه جدا، ده واحد من اهم المشروعات الكبرى. اي حد كان بيتكلم على صناعه، على صناعه حديثه، على صناعه في انشطه محدده، يعرف ان احنا بنتكلم في كنز ضخم يولد الذهب من الرمال. فالحقيقه انه هذا النشاط وهذا دعوه الرئيس للقطاع الخاص في الاستثمارات هي دعوه حقيقيه، دعوه تؤكد وجود القطاع الخاص. ودايما الرئيس يتكلم عن شراكه وتعاون واهميه وجود القطاع الخاص وادارته وخلق فرص عمل. فالحقيقه انه يعني في هذا الامر في كمان الرئيس طبق نظريه مهمه جدا. دايما الرئيس كان يقول انه ما عندناش ثروات لكن عندنا افكار، والدول بتتقدم بالافكار. فالرئيس طبق نظريه مهمه جدا وقال ان احنا لدينا رمل ورخام وحجر جيري، يمكن ان نحول الرمل الى ذهب. وما يحدث في هذه الصناعه المهمه انه اللي تمت بعد ثلاث سنوات من الدراسات الجاده والانفاق الضخم، واصبح هناك يعني مكان مفتوح للقطاع الخاص.
يعني أنا بشكرك على هذه المداخلة الضافية يا أستاذ أكرم، على وقتك وعلى كل هذه الرؤية. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الكبير أستاذ أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع. النهاردة هذا المشروع كان محل إشادة من مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي. خلونا نعرف التفاصيل بعد ما نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم. زي ما قلت لحضراتكم أنه اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي أشاد بهذا الافتتاح المتعلق بمصنع الرمال السوداء، اللي بيمثل حقيقة بيئة مواتية جاذبة للاستثمار وحلم كانت مصر بتنتظره لاستخدام المعادن المستخرجة من هذه الرمال. في مجموعة موضوعات أخرى طرحت في هذا الاجتماع، خلونا نتعرف على تفاصيله من خلال هذا الاتصال الهاتفي مع الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، المتخصص في متابعة شؤون مجلس الوزراء. أستاذ عبد اللطيف مساء الخير. مساء النور يا فندم. يعني لو تضعنا في أهم وأبرز مدار في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع اليوم. يعني في الحقيقة كان هناك عدد من الموضوعات التي تم مناقشتها خلال هذا الاجتماع. يمكن من أهم هذه الموضوعات طبعا هو توجيه الإشادة بمشروع الرملة السوداء في كفر الشيخ الذي حضر عمليات تدشينه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس. وهذا المشروع من المشروعات الهامة التي يمكن أن تدر عائدات كبيرة من موارد النفط الأجنبي في أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، على اعتبار أن مصر بها أكبر مخزون للرملة السوداء على مستوى العالم تقريبا. ده من ناحية، ده بالإضافة إلى أنها يعني تكمن أهميتها أيضا أنها تدخل في صناعات يعني استراتيجية هامة. أيضا مجلس الوزراء خلال هذا الاجتماع ناقش موضوعات أخرى، منها على سبيل المثال يعني الموقف فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، خاصة وأن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقب الاجتماع عقد اجتماع أيضا مع الدكتور علي مسلحي وزير التموين والتجارة الداخلية فيما يتعلق يعني الاطمئنان على الأرصدة الاستراتيجية من هذه السلع. يمكن هناك توجيهات من القيادة السياسية، وكذلك الرئيس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن تستمر مصر في الحفاظ على معدلات المخزون الاستراتيجي اللي هي 6 أشهر يعني للسلع الأساسية. ولذلك الدكتور علي مصلحي أكد أن مصر لديها مخزونات كبيرة من هذه السلع. ده بالإضافة إلى أن هناك توجيهات من جانب رئيس مجلس الوزراء لوزارة التموين بضرورة الاستمرار في العمل بقرار حظر تصدير أرز المصري إلى الخارج خلال هذه الفترة، على الأقل لتأمين احتياجات البلاد من سلع الرز. النهارده كمان رئيس مجلس الوزراء شهد تدشين المرحله الاولى من اول مشروع للدراجات التشاركيه، اللي هو مشروع كايرو بايك بالتعاون مع برنامج الامم المتحده للمستوصفات البشريه ومؤسسه دروسوس. استاذ عبد اللطيف، نعم مشروع عظيم الحقيقه ونقله حضاريه للعاصمه. ده طبعا من المشروعات الهامه، على يعني عايز اقول لحضرتك، وده موجود في كل دول العالم. الهدف من هذا المشروع طبعا هو تشجيع المواطنين على استخدام الدراجات. ده بيؤدي الى تخفيف في السيوله المروريه، ده من ناحيه. من ناحيه ثانيه ايضا يعني بيوفر فيما يتعلق بعمليات استهلاك الوقود التقليدي زي البنزين والسولر او خلافه. وبالتالي رئيس مجلس الوزراء يمكن افتتح هذا المركز او هذه المحطه صباح اليوم، فيها يعني حوالي 500 دراجة في أكثر و 45 محطة بإيجار بسيط رمزي جدا في السعر. يعني المواطن يستطيع أن هو يأجر دراجة يقضي بها مشاويره ثم يعود إلى المواصلة الرئيسية، إذا كان جاي بالمترو بينزل ياخد المترو، ودي منطقة التقاء طبعا لكافة وسائل المواصلات في مصر اللي هي ميدان عمنا مرياض مثلا على سبيل المثال. إذا كان جاي بالمترو بينزل يكمل بقى مشواره بالمترو، إذا كان جاي مثلا بأي وسيلة أخرى بيستخدمها في العودة. هناك محطة رئيسية أيضا بالنسبة للأتوبيسات العامة والميني باص في عمنا مرياض أيضا.
عظيم. انا بشكرك الحقيقه، شكرا جزيلا على هذه المداخله الكاتب الصحفي الاستاذ عبد اللطيف وهبه المتابع والمتخصص في شؤون مجلس الوزراء. خلونا نطلع برضو فاصل سريع ونرجع، لسه عندنا اخبار قبل ما نسيب حضراتكم بالفقره الحواريه. ضمن الاخبار اللي اسعدتني لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص النهوض بالصناعة والتجارة وتوسيع بقعة الاقتصاد المصري، وده في حكم مجالنا كمحامين وفي إجراءات التراخيص لقينا تسهيلات من السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الصناعة ووزير التجارة بتعليمات حتمية بتوسع البقعة الصناعية على مستوى الصناعات والتسهيل، ومنها الانتقال داخل الانتقال لمنطقة المناطق الصناعية التي كنا نوجد فيها معوقات لإجراءات التراخيص منها الصرف الصناعي وغير ذلك. كل ذلك بدأ التسهيل للنهوض بحركة مصر وظهور في كادر على مستوى العالم ان مصر تشجع الصناعة والتجارة بافتتاح مشروع ضخم جدا وهو مجمع مصانع تطوير الرمال السوداء، وده من المشروعات العظيمة جدا واللي الدول العالمية اساسا كانت بتطالب بالمنتجات دي للصناعات المعينة بالنسبة لها. وطبعا ده شيء عظيم جدا ان مصر هتكون هي اوائل الدول في انتاج هذه الناتج من هذه الرمال السوداء. لمصر معظمها اكثر من 2000 كيلو في مسطح مصر بتشمل هذه الرملاء السوداء وما فيها من فايدة عظيمة هتدر على مصر عوائد عظيمة. ودايما بنفاجئ بمشروعات ما بيتقالش هنعمل كذا، لما نفاجئ يتم افتتاح مشروع كذا. من الخبر اللي أسعدني إن الأستاذة الدكتورة وزيرة البيئة مستعدين لاستقبال القيادات والحكومات ورؤساء الوزراء في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، وده شيء يشرفنا. ومصر دايما قديرة واستقبال أي حد. هنتابع مع حضراتكم جهود وزارة التضامن وتحديدا فريق التدخل السريع بهذه الوزارة، وله دور كبير جدا خلال الفترة الماضية. السيدة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي استعرضت تقرير عن جهود فريق التدخل السريع في التعامل مع حالات الأطفال والكبار والأسر بلا مأوى والحالات الإنسانية على مستوى الجمهورية خلال الأربع شهور الماضية. هذا التقرير قال أنه فريق التدخل السريع تعامل مع 1276 حالة في مختلف محافظات مصر. طيب ما نروح نعرف تفاصيل أكتر من الأستاذ محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي الموجود معنا عبر الهاتف. أستاذ محمد مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. جهد جهيد للفريق، لو تضعنا في تفاصيل أكتر حول هذه الجهود خلال الشهور الأربعة الماضية. هو فرق التدخل السريع هي الفرق المعنية بالتعامل مع حالات مواطنين بلا مأوى الموجودة في الشارع على مستوى الجمهورية. وإحنا طبعا زي ما حضرتك قلت كده إن إحنا تقريبا تعاملنا مع 1200 أكثر من 1200 بلاغ وشكوى تم التعامل معهم، وكانت طبعا القاهرة والجيزة وإسكندرية كانت أكثر المحافظات اللي هي كان فيها الشكاوى ديت، وده طبعا برضو ناتج من الكثافه السكانيه اللي في المحافظات ديت. احنا بنشتغل ازاي؟ بنتلقي الشكاوى على مصادر متعدده، منها اللي هو الخط الساخن لوزاره التضامن الاجتماعي اللي هو 16439 ومنظومه الشكاوى السكانيه الموحده، وما يتم نشره طبعا عن طريق السوشيال ميديا او الوسائل الاعلاميه. عظيم. بنتكلم عن المحافظات الأكثر استقبالا لاتصالات أو تدخل فريق التدخل السريع فيها وأنواع البلاغات يا أستاذ محمد لو تضعنا في الصورة. هو أكثر محافظات زي ما قلت اللي هو القاهرة والجيزة والإسكندرية ومعنا الغربية وفي بورسعيد والبحيرة، دول كانوا أكثر محافظات فيهم شكاوى في الأربع أشهر الماضية. أكثر البلاغات كانت عن حالات اللي هي مواطنين بلا مأوى اللي هو كبار او اطفال، وطبعا دول احنا بنتعامل معهم ازاي؟ بينزل الفرق بتتعامل معهم في الشارع بيقنعوا ان هو يتم ايداعه في احد دور الرعايه الاجتماعيه، ويتم طبعا لما بيوافق بننقله على طول لاحد دور الرعايه لتلقي كافه اوجه الرعايه النفسيه والاجتماعيه.
وفي منهم بيرجع لي بنقدر طبعا عن طريق المؤسسات ان هو يتم عمل دمج اجتماعي دي، وفي منهم اللي برضه بنساعده ان هو يوجد ايجاد فرص عمل من خلال المؤسسات دي. عظيم. طيب استاذ محمد، الـ 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 هؤلاء الكبار بتوجههم الى دور رعايه خاصه في تنسيق في تعاون، ولا دور الوزاره بينتهي فيه ناس؟ لا احنا بناخدهم وبيبقوا داخل الدور ديت، الدور دي تبع لوزاره الضمان الاجتماعي، بحيث ان هم طبعا يحيوا حياه كريمه افضل طبعا من اللي هو ان هم موجودهم في الشارع. ده بالنسبه للكبار. بالنسبه للصغيرين في لينا دور في كل محافظات الجمهوريه للتعامل مع هذه الفئه من الاطفال، بحيث ان انت طبعا بتعمل لهم بقى تهيئه نفسيه واجتماعيه، وياخد تاهيل مهني او تعليمي عشان يرجع فرد صالح المجتمع كده. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا صديق العزيز الأستاذ محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي. آخر خبر عندي صادر عن وزارة الشباب والرياضة. الحقيقة ربما نجري اتصال حوله إذا نجحنا، وهو بعنوان وزير الشباب بيبحث مع وزير الشباب يبحث مع وكلاء الوزارة ملف تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بشمال سيناء وتكثيف المشروعات بالمحافظة. الدكتور أشرف صبحي صباح اليوم عقد هذا الاجتماع، بحث خلاله ملف تطوير الوزارة لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية بشمال سيناء بحضور اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب ومساعدي ومعاوني الوزير. الاجتماع تطرق إلى الحديث عن التصور العام لخريطة تطوير مراكز الشباب والأندية بمحافظة شمال سيناء. حضراتكم عارفين قد إيه في اهتمام كبير بهذه البقعة من أرض مصر، والعمل على رفع كفاءتها في ضوء توجيهات الدولة المصرية نحو الارتقاء بمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين. وكمان وجه الدكتور أشرف صبحي بسرعة الانتهاء من تطوير منشآت شمال سيناء ضمن تطوير مراكز الشباب والأندية اللي بتعكف الوزارة على تنفيذها هناك. وده الحقيقة الحاجات المهمة جدا اللي بتعبر عن فكرة التضامن وعن دور الدولة في توفير البيئة المناسبة لكل مواطن يعيش على أرض مصر، وكمان مواجهة الأفكار المتطرفة وحتى لا يقع الشباب في براثن مثل هذا النوع من الأفكار المتشددة. أنا بكده بكون وصلت لختام هذه الفقرة مع حضراتكم. بعد الفاصل زي ما وعدناكم زميلي العزيز خالد سعد والدكتور أشرف عبد العزيز وحوار طويل عن الصحة والسلامة والتغذية السليمة.